تنضم إلي عبر الهاتف دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة. سيادة الوزيرة أهلا بك ومرحبا. يعني ربما المقاصد السياحية المصرية متنوعة والمنتج السياحي المصري شديد التنوع وكثيرون يهتمون به في هذا العالم، لكن ماذا عن الخطوة التي تمت بالأمس، مدى وحجم تأثيرها؟ الحقيقة في البداية أنا عايزة الأول أبارك لكل المصريين على صعود المنتخب لنهائيات الفيفا، يعني ده بالنسبة لنا حاجة انتظرناها مدة طويلة وبنتمنى لهم طبعا التوفيق. 28 سنة طبعا. 28 والحقيقة كان هدفنا احنا كحكومة وانا وزميلتي الدكتورة سحر نصر اشتغلنا على ان مصر تكون موجودة بشكل حيوي خلال فعاليات كأس العالم. طبعا يمكن الوزارتين بيتعاملوا بشكل مباشر مع العالم الخارجي سواء من ناحية السياحة أو جذب استثمارات، فالحملة اللي بنطلقها اسمها مصر اكتشف واستثمر. الحملة دي كل وزارة بتقوم ببعض الترويج ليها في كأس العالم. بالنسبة لنا احنا كوزارة سياحة عندنا أكتر من عمل على الأرض، في هيكون شاشات كبيرة في عواصم مدن أوروبية مختلفة، كمان في دول وصلت لفعاليات كأس العالم. شاشات يعني دعائية ولا لمتابعة المباريات؟ لا دعائية. أوكي. وهنكون إن شاء الله موجودين كاستثمار وسياحة جوه الملعب في فقرات في بعض الدقائق في أثناء مباريات 64 مباراة خلال كأس العالم. إحنا كوزارة السياحة أيضا عندنا بعض التطبيقات، في تطبيقات على المنصات الإلكترونية بنطلب من الجميع حول العالم إن هو يكتب عن مصر، وهيحصل مسابقة أكتر ناس هتكتب عن مصر هيبقى ليهم تذاكر لزيارة المقاصد السياحية المصرية، 30 جايزة. فدي إن شاء الله هتكون فيها نوع من أنواع التشجيع للناس إنها تدور على الأماكن في مصر وتنشر في منصات التواصل الاجتماعي. عندنا برضو فعالية تانية بنقول الكل شجع كمصري، فعايزين كل العالم يبدأ يشجع معنا فريقنا أو فريقهم بشكل حيوي. هنبقى بنوزع أكتر من 1000 الماسكات اللي هي شبه توت عنخ آمون على أساس الناس تشجع كمصريين وتعمل بوست على الويب سايت المختلفة وعلى قنوات التواصل الاجتماعي علشان يحصل نوع من أنواع التفاعل مع مصر والعالم. ده لطيف لأن تفاعلي زي ما حضرتك بتقولي، لكن بسألك دكتورة عن الحدث بتاع امبارح، يعني ما معنى الراعي الإقليمي وإيه اللي ممكن يحققه لمصر من ناحية سياحية؟ طبعا يعني هناك عمل أيضا على جانب الاستثماري من خلال الوزيرة سحر نصر. طبعا حضرتك عارف أنه كأس العالم حدث بيحصل كل 4 سنوات. نعم. كمية المشاهدة لمباريات كأس العالم بتبقى كبيرة جدا من جميع أنحاء العالم. إن إحنا نخش كرعاة معناها أن لينا حقوق، الحقوق دي معناها أن إحنا نقدر نستخدم شاشات عرض في الملاعب. دي بتبقى مش كل الدول تقدر تعمل كده، لازم نكون رعاة علشان نقدر نبقى متواجدين داخل الملاعب ولينا حقوق إعلانية. وطبعا حضرتك شفت امبارح الصورة الرائعة اللي نزلت لينا واحنا في موسكو مع رئيس الفيفا، فبالتالي دي لوحدها بتدي دعاية ترويجية كبيرة جدا لمصر. فما كناش نقدر نخلق الشكل اللوجو اللي حضرتك شفته ورانا اللي فيه كأس العالم، وفي كمان كلمة مصر اكتشف واستثمر اللي هي عنوان الحملة. فدي كلها حقوق بنقدر احنا كحكومة مصرية نستخدمها متمثلة في وزارتي السياحة والاستثمار. طيب سيادة الوزيرة اسمحي لي ان انا استغل وجودك معايا واسألك بقى عن الموسم السياحي والتعاقدات، ويعني كيف سنشهد الموسم السياحي سواء في الصيف او في الشتاء المقبل ان شاء الله حتى الان يعني للتضح. هو الحقيقه الربع الاول من 2018 يعني شهد زيادات الحمد لله
كبيرة. احنا الحمد لله دلوقتي بنستمتع بقدر كبير من الامن، وده عايزين حريصين طبعا انه يبقى موجود دائما، وباذن الله هنشوف ارقام كويسه خلال الشهور القادمه باذن الله. التعاقدات جيده حتى الان سياده الوزير. الحمد لله. يا رب خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتوره رانيا المشاط وزيره السياحه المصريه، وان شاء الله نشوف مصر في مكانها اللي لازم تكون فيه على القطاعات المختلفه، ومن اهمها ان الناس تكون عايزه، وهي بالفعل عايزه لكن ميسر لها ان تاتي لتشاهد ما تود ان تتابعه وتشاهد وتقيم في مصر من خلال هذا القطاع الحيوي المهم للغايه. مشاهدي